مرحبا، ميري كريسماس، هابي نيو يير على كل اللي عم بيتابعونا. ان شاء الله سنه 2021 تكون احلى من 2020، خصوصا على اللبنانيين وكل اللي بلاد المضطربه مثل سوريا، العراق، اي بلاد. والله يهني البلاد اللي عم بتعيش بسلام. بدي اقول للعرب يلي بالاغتراب، العرب خصوصي بامريكا، ان شاء الله تكون سنه 2021 اريح من 2020 عليكم، خصوصي اللي مرقتوا فيه بالانتخابات. الأستاذ مجد غانم باحث فلكي، أنا كنت التقيته بال 2018، وحقيقة كل اللي قال لي إياهم طلعوا مظبوطين. كل يعني لا ما لازم أقول هيك، 90% من اللي قال لي إياهم أنا أي تراست هيم، وما بقابل حدا ما بيقدم لي مادة بتحترمني كمتلقي وبتحترمكم. أستاذ مجد غانم من الإمارات، أنت حضرتك هلا بدبي، أهلا فيك عبر قناة الجرس. يسعد اوقاتك ست نضال، ويسعد اوقات كل اللي عم بتابعونا، وانا سعيد مجددا بوجودي معك بعد الاحداث التي عبرت. سعيد جدا اني شايفك بخير، وان شاء الله بتكون 2021 سنه خير لكل الاشخاص اللي عم بيشوفونا واللي ما عم بيشوفونا. منروح على الدلو، برج هوائي. قلت انه هيدي السنه سنه مواليد برج الدلو، فابدا بالتحضيرات من فضلك ومنروح على الايجابيات. مولود برج الدلو، عندك اختبارات، في استاذ، في معلم عم يختبرك. لما تقول حضرتك انه في معلم، يعني بتقصد كوكب ساتيرن عندهم السنه؟ تفضل، لازم يعرفوا. حلوه التنويه ست نضال، كوكب زحل المعلم الصارم موجود عندهم. هلأ وين بيبدأ يختبر؟ بيبدأ أول شيء يختبر مواليد شهر واحد بعام 2021، ب22 بينقل عن مواليد شهر 2. مواليد شهر واحد من مواليد برج الدلو، يعني من 20/1 لآخر الشهر 31، هن أكثر المعرضين خلال هاي العام لهي الاختبارات. مواليد شهر 2 هلأ أمورهم بخير بال21، ما عندهم ولا جنس الاختبار. بدك تكون أكثر متفائل، جمع الأشخاص الإيجابيين المتفائلين اللي طاقتهم إيجابية، حسن دائرة تأثيرك لحتى تقطع من هاي الإشارة. ممكن أيضا تختبر بعلاقة عاطفية، أنا عم بحكي اختبار قد يكون عاطفي مالي، تتحمل مصاريف ناس ما لك علاقة فيها، تصرف عنهم، يعني المدخول تبعك ما يكفي، كله هذا لحتى تحصل على مكافأة كبيرة وراح نحكي عنها، اللي هي سنة تحقيق الأحلام. هاي العام بيخلي مولود برج الدلو بالمقدمة، هم الأوفر حظا وهم الأكثر سعادة مع وجود كوكب الحظ والتفاؤل المشتري في برجهم. حتى نهاية العام بيكونوا أكثر المستفيدين، إذ أنهم يحققون إنجازات لم يكن بوسعهم تحقيقها من قبل. منهم من يستلم وظيفة جديدة، ومنهم من يشتري عقارا أو يبيعه بثمن جيد، وقد يتمثل الإنجاز في الزواج للراغبين أو الراغبات في ذلك، أو في السفر وغير ذلك من معايير وأشياء بتختلف من شخص لآخر حسب تاريخ ميلاده. هلأ أنا اللي بدي خبره لمولود برج الدلو، إذا كان حلمك دراسي بتحققه وبتنجزه، إذا كان طموحك الشهرة بتنشهر، إذا كان هدفك المال بتلامسه المال لأنه لـ 22 ليجيك، إذا كان عندك خلاف ما عم يتصلح عطال 10 سنين 12 سنة طوال الفترة ما تصلح بال21 بيتصلح، مكان ما بتركز تحصل على النتيجة. الفلك بيدفعك بين الحين والآخر، بيدفعهم لمواليد برج الدلو للإنجازات تبعهم، لكن دقة ما تريد هي اللي بتحقق لك حلمك. بروح لفترات العمل من 1/2 ل 13/5، من 20/10 ل 24/11. فتراتهم العاطفية من 7/2 ل 24/4، من 15/5 ل 11/6، ومن 25/10 ل 20/11. كتير حلو برج الدلو، والله نياله السنة، ومبروك عليكم جميعا. واللي بعرفه كمان من خلال الأستاذ مجد وغيره من الأساتذة اللي بيبحثوا بعلوم الفلك، إنه أي حدا من مواليد أبراج تانية بيكون عنده أصحاب من مواليد برج الدلو وبيعاشرهم، بتأثر فيهم، صح أستاذ مجد؟ صحيح. خلي عينك على الجرس.